مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. أسامة الدراجي، كأس تونس هو أول لقب سنستهل به احتفالاتنا بالمئوية. أكد اللاعب أسامة الدراجي في التصريحات بعد مباراة الكأس بين النادي الإفريقي ونجم المتلوي أن اللاعبين يهدفون إلى التتويج بلقب الكأس هذا الموسم وإهدائه للجماهير، وهو لقب هام وهام جدا سيستهل به فريق باب جديد موسم المئوية والاحتفالات بهذه المناسبة. كما قلنا، نعرف النادي الإفريقي كان اترشح على حساب نجم المتلوي. كما قلنا، تصريح أسامة الدراجي اللي يقول كأس تونس أول لقب سنستهل به احتفالاتنا بالمئوية.